عندما تأتي إلى المكتب تحضر كاترين بوتنا معها كافة بياناتها مشفرة على حاسوبها المحمول، فقد طورت مع شريكها شريف طيب برنامجا لتسهيل إنشاء المواقع الإلكترونية، وهما يتقاسمان مكتبهما في قلب برلين مع مبرمجين آخرين. أفكار واستراتيجيات العمل مخزنة على أقراص مدمجة منيعة. لم يكن الحال هكذا دائما، فقبل بضعة أشهر اضطر إلى خوض تجربة مريرة. سلامة البيانات مهمة جدا بالنسبة لنا وتشكل ضرورة قصوى. في البداية استخدمنا اتصالات إنترنت مشتركة وتركنا حاسوبنا مفتوحا، بعدها اكتشفنا أن أجزاء من منتجاتنا أصبحت على مواقع أناس آخرين، الأمر الذي أجبرنا على تعلم مدى أهمية هذه البيانات. ومن خلال البيانات المسروقة أنشأ منافس موقعا إلكترونيا مشابها للغاية، ولحسن الحظ بقي زبائنه. هذه المعرفة هي أساس وجودنا، فقد وضعنا كافة إمكانياتنا فيها، كما أن ذلك كلفنا بالطبع الكثير من المال والوقت. بدءا من رسم التصميم وحتى برنامج التحكم لمحطة الإنتاج، يتم تخزين كل شيء رقميا، وبذلك يكون هدفا للقرصنة. بيرنهارد فيبكا مشغول طوال الوقت في تعليم طرق التعامل مع البيانات الحساسة لأصحاب الشركات المتوسطة المرعوبين من أعمال التجسس في الولايات المتحدة الأمريكية. برنامجه مطلوب بشدة، حيث يمكن من خلاله تبادل معلومات حساسة وتخزينها في مكان آمن. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم مواصفات خاصة بها في مجال صناعة السيارات والآلات، وجود هذه الشركات يصبح مهددا عندما يتم نسخ منتجاتها والمواصفات الخاصة بها. وبالتعاون مع أحد شركائه، وضع اختصاصي تقنية المعلومات دراسة للشركات المتوسطة، أوضحت أن 5 شركات صناعية الألمانية اكتشفت هجوما على بياناتها، وخبراء الأمن مقتنعون بأن عدد الهجمات غير المكتشفة أكثر من ذلك، ومجرد اشتباه بوجود خرق قد يكلف الشركة عقودا كثيرة. هذه الشركات لديها الكثير من الابتكارات والمعارف والخبرات، لا سيما حول عمليات الإنتاج، وفي الدول الصناعية الكبرى ليس هناك فرق كبير بين التقنيات المستخدمة، فبالنسبة إليهم يتعلق الأمر بمعلومات عن أفضل الموردين والزبائن، وهذه المعلومات يتم استغلالها. لا أحد يعرف تماما مدى نجاح عمليات القرصنة المتكررة على الشركات الألمانية، إلا أن اتحاد الصناعة الألماني متأكد من أن ألمانيا هي أحد الأهداف الأكثر جاذبية. أضرار الصناعة الألمانية الناتجة عن التجسس الاقتصادي والأمن الإلكتروني يصعب تحديدها حسب رأينا. تقدر وزارة الداخلية الألمانية حجم الأضرار ما بين 20 إلى 50 مليار يورو سنويا، وهذا مبلغ كبير. لم يقم المبرمجان البرلينيان بعد الهجوم على بياناتهم بتحسين سلامة تقنية المعلومات فحسب، فعندما وقعت حادثة السرقة ساعدتهم علاقتهم بزبائنهم بشكل كبير، ومنذ ذلك الحين وهما مهتمان بذلك على الدوام.